مدينة معرة النعمان هي مثل ما نكون شايفين هي مدينة قديمة جدا مثل باقي المحافظات. معرة النعمان تابعة لمحافظة إدلب، تقع جنوب إدلب، تبعد عن حلب باتجاه الجنوب 84 كيلومتر، عن حماة 60 كيلومتر. فمدينة معرة النعمان قدما حتى هي بتكون محط للقوافل قديما، القوافل التجارية، الكرم الضيافي حتى كان يكون هون في معرة النعمان في خان مراد باشا، الموقع الأثري اللي هو اليوم متحف معرة النعمان. في عندكم خان أسعد باشا، حمام السوق، هاي أيضا كانت كلها للقوافل. بالإضافة عندنا المدرسة النووية، في الجوامع الأثرية مثل الجامع الكبير بيتميز بالميدان المرتفعة، حتى كانت يعني ممر من حلب حتى دمشق للقوافل، ومن الغاب من البحر حتى البادية السورية. معرة النعمان كلمة معرة تعني يعني الشدة أو البلاء، فهي كان اسمها بالسرياني مغارة، مغارة النعمان، مغارة يعني الاسم بالسرياني مغارة، أما في البيزنطي كان اسمها إرم، وفي العصور العباسية كان حتى سموها العواصم، حتى الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري قال: إن سألت أهل بغداد عني فأني عن أهل العواصم سائل. فالمعرة أيضا نسبت كلمة النعمان نسبت في أحد الروايات، ولكن أرجح رواية هي إلى البشير بن النعمان اللي كان والي حماة، حتى سميت معرة حمص أيضا لأنه تبعية الجند في معرة كانت لحمص، أيضا نسبت معرة حمص، هي من أسماء معرة النعمان. أيضا إلى النعمان بن المنذر، ولكن النعمان يعني سميت باسمه نسبت له، أنه ابنه في أحد الروايات كان عابر في معرة النعمان وتوفي على طريق معرة النعمان فأقام عزاء في معرة النعمان، فنسبت كلمة النعمان للمدينة. هذا البناء القديم مثل ما كنتم شايفين هو بيت الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري، وهو أحمد ابن عبد الله التنوخي المعري. عاش الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري 86 سنة، ولكن فقد بصره بالعمر 4 سنوات، فقد بصره. من بعدها تابع مسيرته بالدراسة والعلم، أو سافر على حلب وأنطاكيا تعلم أدب النحو والعلوم الأدبية بشكل عام. ومن بعدها يعني حتى هو كان في ميزه، هو أول قاضي في معرة النعمان، أول قاضي، وسافر إلى وسط بغداد وحضر دروسه من الذكور والإناث. ومن بعد عودته في بغداد فهو التزم البيت وانقطع عن الناس، فالتزم وحتى بقي حتى توفي في هذا المكان في معرة النعمان، ولد في هالمكان وتوفي في المكان، وضريحه ظل مثل ما انكم شايفين في هالمكان. طبعا هو ولد في 363 للهجرة وتوفي عام 449 للهجرة. وبيت الشعر كما وضع: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، في هالمكان هاد باقي حتى الآن. في الماضي أقاموا في هذا البيت، عملوه على شكل مسجد ولكن غير مستعمل مسجد، حاليا باقي وحاليا صار أصبح مركز ثقافي في معرة النعمان. معرة مدينة من قبل الفتح الإسلامي، مثل الشام مثل حلب، يعني أحيانا الشام بتكبر أحيانا حلب بتكبر أحيانا المعرة بتكبر. هلأ المعرة هلأ بالوقت الحاضر حاوي سورية كلها، من أبو كمال فيه، من الشام فيه، من حمص فيه، من حماة فيه، من كل مناطق سورية فيه موجودة هلأ هون.
انا مختار بيجوا لعند مني بدي اكتب لهم ايش اسمه اخراجات قيد او بيانات او شيء بهالشكل هذا. ما في عمل غير الاعمار، في عمل العالم بدها تعيش بدها تشتغل، الناس بتوصل خضر، ناس بتوصل هون، ناس بتوصل هون، بدها مجان لقمة العيش لاولادها. عان قلة المازوت، قلة المياه، قلة الخدمات من جميع البلد، وبدها متطلباتها يا اخي. والله العظيم يعني كثر خير الله وخير الشعب اللي واقف على اجريه نتيجه هذا العدوان الظالم على هذه البلديه. من زمن وقت حاصرنا على زمان النزوح، ايام وادي الضيف، ايام الحواجز، الحمد لله بعد ما تحررت بلشوا العالم يرجعوا على بلدهم، وبلشوا يعني معهم مع العالم ترجع بيوتها على كاكينا، بلشت المحلات تفتح، المعيشه بلشت الحمد لله يعني ها شوي شوي تتحسن، والامور احسن من قبل بكثير الحمد لله بعد ما تحررت المعره. معرة النعمان شاركت بالمظاهرات من أوائل المظاهرات ضد النظام المجرم، قدمت 2200 شهيد لحد اليوم. اليوم اللي عم نحكي فيه شهيد منذ ساعة مثل ما سمعتوا زعنا على الشهيد، 2201 شهيد الحمد لله رب العالمين. أيضا في جرحى، تعداد سكانها كان تقريبا 100,000 نسمة. فهالمدينة يعني عانت كتير، وحتى كانت من القدم مشهورة بصناعتها بالتجارة. الصناعات القديمة كانت مثل السجاد، مثل بيوت الشعر، من شعر الماعز كانت تنشغل في معرة النعمان. اليوم في عندك بسبب ظروف الحرب وكذا خفت الصناعة شوي، ولكن يوجد صناعة الحديد بشكل كامل مثل سخانات المي، صوبات الحطب، الصوبات العادية، صناعة الحديد بشكل عام. بدأت الحركة يعني حاليا في معرة النعمان. مع الأسف بالفترة الماضية في 40 سنة الماضية اللي حكم البعث حاول يزيل هالعادات الأصيلة، الدين والتقوى من أبناء البلد، وحاول بالشبيبة وبالطلائع وما بعرف شو الاختلاط، وحاول يعني بس ما نجح. ليش؟ لأنه نحن عنا المعرة متأصل في الدين، نحن والريف المعرة حتى في عنا علماء ومشايخ حافظوا على هذه التقاليد، وما استطاع حكم البعث رغم المدة الطويلة ورغم الإرهاصات ورغم الشدة لم يستطع أن يغير عادات المعرة أبدا، لم تتغير.
قلعة معارة النعمان الأثرية هي مثل ما كنتم شايفين بنيت قبل العصور الرومانية. معارة النعمان قلعة معارة النعمان يعني بتتميز كمان بالخندق اللي محيط القلعة، وهو كان فيه له بس باب من الطرف الجنوبي. الخندق للحماية طبعا، لحماية القلعة. عرضه 13 متر، عمقه 10 أمتار. بنيت على لوحة كلسية من الطبيعية. 9 مجازر في معارة النعمان، أقل مجزرة هي 67 شهيد في معارة النعمان. 9 مجازر، سوق الخضار مرتين، سوق الخضار في عندك الحارات، باقي الحارات في كل حارة صار في مجزرة وعدد يعني كبير من الشهداء. والحمد لله رب العالمين ما زالت معارة النعمان صامدة، وقلعتها لحد الآن صامدة حتى تضررت القلعة من القصف مثل ما كنتم شايفين. الحمد لله رب العالمين، وما زال هالشعب يعني شعب المعرة والشعب السوري أجمع صامد في هالهجومات الشرسة.